من الخرطوم تنضم إلينا مراسلة الغد عفراء فتح الرحمن. عفراء، يعني احتجاجات في الخرطوم تندد بتردي الأوضاع المعيشية، ما الذي يحدث بالتحديد؟ ذكرى 30 من يونيو لديها أكثر من مغزى. أولا هنالك حراك للتيار الإسلامي مشارك في هذه الذكرى، ومعلوم أن حكومة الرئيس السابق عمر البشير الانقلاب العسكري كان تاريخه في 30 من يونيو عام 89 900 وألف. أيضا الثوار السودانيون الأحرار قد شاركوا في 30 من يونيو وأجبروا المجلس العسكري وقتها من تعديل المسار ومن الشراكة مع المدنيين وتكوين هذه الحكومة الانتقالية التي تأتلف من العسكريين والمدنيين أو من المدنيين والعسكريين. على العموم هذا اليوم لديه أكثر من لون وأكثر من مشرب. هنالك بالفعل حركات مطلبية تطالب بتخفيف عبء المعيشة عن كاهل المواطن السوداني. هم بعض من لجان المقاومة، بعض من حركات الجماهيرية المشاركة في ثورة ديسمبر. كذلك هنالك جماعات تطالب بقطع الطريق على حكومة الفترة الانتقالية وعلى إسقاط حكومة الفترة الانتقالية. وهنالك بعض المتظاهرين يحملون صورة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على وجه التحديد، وعليه علامة كروس حمراء. أيضا هنالك بعض جماعات الطرق الصوفية التي قد شاركت أيضا في هذه التظاهرات، والحزب الشيوعي السوداني أيضا أعلن أنه يشارك في هذه التظاهرات. بينما أصدرت الجبهة الثورية واللجنة المركزية للحرية والتغيير بيانا مشتركا تحدثت فيه ودعت لوجود كبير من جماهير الثورة، ووصفته بين قوسين بالعمل الجماهيري الكبير الذي يوقف الثورة المضادة. نعم. وعمل ويجهد عمل الثورة المضادة في هذا اليوم. على العموم هنالك العديد من القوات الأمنية، الشرطة والجيش والاحتياطي المركزي قد انتشرت في شوارع العاصمة الخرطوم. الآن على يساري هنالك العديد من الألسنة المتصاعدة وكذلك رائحة البنبان أيضا تملأ المكان هنا. على العموم يعني التظاهرات قد كانت بصورة كثيفة في وسط العاصمة الخرطوم، موقف جاكسون، وكذلك عند المجلس التشريعي في مدينة أم درمان. نعم، شكرا عفراء فتح الرحمن مراسلة الغد، كنت معنا من الخرطوم، شكرا لك.